بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، يشبه المرجان في جماله ويكسر الكافر والجبان بإيمانه، قلبه حنون تشعشع وجهه بالنور. إله الحق صلي على حبيبك محمد الذي وافته المنون. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج صحيح القراءة. وفي الجزء 28 نقف عند سورة الحشر، عند قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والخطأ الشائع الذي يردده الكثيرون عند كلمة دولة، فتجدهم يقولون كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم بفتح الدال وإسكان الواو، وهو خطأ، والصواب ضم الدال. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وفي نفس الجزء في سورة الطلاق عند قول الله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، تجد الخطأ الشائع عند كلمة ذوي، فالبعض يقرأها وأشهدوا ذوي عدل منكم بكسر الواو، وهذا خطأ، والصواب وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وإلى هنا ننتهي من حلقتنا لهذا اليوم، آمنين من الله جل وعلا أن يعيد علينا وعليكم الأيام بخير، وكل عام وأنتم بصحة وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.